الرز بالبقلة أو بالفول والشبنت. أكلتنا هاي أكلة عراقية قديمة، راح نسويها بطريقة حلوة وابقوا معانا للآخر. ولا حجم انتو تختارون، تقدرون تسووه اكثر اكبر لو اصغر حسب الرغبة. يعني يعجبني شوية يكون شقة كبيرة، القطاع تكون اكثر جميلة بالتقديم. بهذا الشكل، هاي كمية كبيرة من الشحم نشيل منها، نستخدمها بأكلة ثانية مثل الكباب أو كفتة أو أي شيء احنا نخليه. فاحنا نترك شوية شحم بيها، اسمه كمية كبيرة. هذا اللحم مالتنا تقريبا صار جاهز، ونبدي نعطي لون التحميص. بهذا الشكل، إذا اكو بعد قطع كبيرة ما شحن نحاول نتخلص منها، ما تكون هواية شحن بالطبخ بهاي الطبخة مالتنا. اكو أكلات تحب الدهن، خليها يكونها. اكو أكلات ما تحب هواية دهن. بهذا الشكل كملنا أكلتنا، كملنا اللحم مالتنا، وراح نبلش نقلي أو نعطيه فد لون. بهذا الشكل صار لون اللحم. وهاي ضروري الواحد يسوي هاي العملية على مود العصارة مال اللحم، ما تطلع تبقى داخل اللحم، بس اذا صارت ينطي فد لون كلش جميل. طبعا نكسر اللحم بالطاوة على مود تبعد ما تطلع من تبعد ما تطلع. بهذا الشكل هسه بعد ما شلنا الزفرة من عنده، نخلي بصلة كبيرة، وصديقنا صديق اللحم هو ورق الغار. ونخلي شوية فلفل، ملعقة شاي فلفل أسود، مطحون خشن،
ونتركهم على النار ونصي النار مالتها ورا ما طارت. واذا صار اكو بعد وقفه نشيل الزفاره مره ثانيه، وبهاي الحاله نتركها تنطبخ تقريبا ساعه الى ساعه ونص اذا مو اكثر، اذا اكثر حسب الحاله خليه يستوي. ونرجع لكم من يصير جاهز. وهنا راح نقطع الشبنت تقطيع ناعم، ونحتاج تقريبا 80 الى 100 غرام شبنت او ربطة من الشبنت. اذا ما كون نقدر نستعمل شبنت مجمد، ونخليهم اثنيناتهم، وبعدين نحمس الفول مالتنا اول مرة تقريبا من نص كيلو الى 600 غرام فول، وننظف شوية هنا من نمسح المكان ننظفه. وبعدين نجيب جدرية ونحضر، طبعا عندنا الروز مالتنا 2 كاستين من الروز، ملعقتين 3 زيت، نحط الطنجرة او الجدرية على النار ونشعلها ونحط الزيت. طبعا هذا عائد لكم اذا تريدون زيت، اذا تريدون تخلون زبد او دهن حور هذا عائد لكم. الاحسن انتو شنو رغبتكم ذوقكم بالاكل تحطون، بس يحمى الدهن مالتنا شوية نحط بعدين الباقلة نحمسها تاخذ شوية حرارة، وبعدين نحط الشبنت مالتنا بهذا الشكل. راح نحمس شوية ياخذ الزيت، وهاي نخلي الشبن مالتنا ونزيل الشبن ونصير اوكي. هذا هاي الباقلة مالتنا طبعا بالفريزر كانت ومقشرة ومفلسة جاهزة بدون قشور، نخليها تقريبا 600 غرام مثل ما قلت، 600 غرام نحمس الشبنت والباقلة سوية، وبعدين نخلي الشبنت بهذا الشكل. أعزائي المشاهدين نجيب الروز بعد ما غسلناه 3-4 مرات ونشفناه من الماء، ننزل الجلاصين مال الروز بهذا الشكل ونقلبه، نقلب الروز على مود يتجانس الأبراد الروز ويا الباقلة ويا الشبنت، يصير بهذا الشكل. واتمنى تجربون هاي الطبخة كثير طيبة، نحاول انه نخلطها جيد. طبعا اذا تكون الجبرية اكبر شوية على مود يتجانسون يخلطون المواد مالتنا كلها سوية والرز كله ياخذ لون اخضر بهذا الشكل. بعدين نحط مي، وهسه نخلي ملح خاشوقة مال طعام، لان عندنا مي مرقة اللحم مينا بيها ملح، فنكون شوية دقيقين حريصين من الملح، ولا يكون ملح هواية بيها، لان عندنا مي الملح مي اللحم مينا راح نخلي بيه ويكون مالح بيه ملح مينا بهذا الشكل. وهذا كلاص مي،
وناخذ مية اللحم نخلي فوقها همينة بهذا الشكل ينتي طعم عطير ولذ بهذا الشكل. ما نكثر مية اللحم لأن نحتاج اللحم مية اللحم. هذا قلاص ثاني صار عندنا قلاصين ويا مي مرقة اللحم همينة يصير قلاصين ونص تقريبا بهذا الشكل. بعدين نخلط ونسوي ونذوق اللحم مع المي مالتنا نشوف ايش قد بي. اعتقد يرادنا شوية لاخ مي مالتنا. إذا وقفت الخاشوقة المي بيرفكت ما يحتاج بعد نخلي مي نخلي يفور ونرجع لكم من ينشف المي ونشوف لكم طريقة الصنع لما يستوي اللحم. أعزائي المشاهدين هسا رجعنا لكم، أكلتنا صارت جاهزة والرز صار جاهز للتقديم، بس نقلبه قلبة خفيفة ثانية ونخليه يتهدر فد 10 دقائق وعلى نار شوية ناصية، وبعدين نقدم لكم إياه بطريقة وتزيين الماعون شلون يصير للرز. وهاي الطريقة كثير كثير طيبة وأتمنى منكم تجربون هاي الأكلة وتنطونا رأيكم بها. هاي الأكلة تقريبا أكلة قديمة بالعراق، كنا نسويها بالأيام ولحد الآن إحنا نسوي هاي الأكلة. أكو ناس يسووها باللحم الغنم مع العظم، أكو ناس يحبوها شون أنت بتحبوها تسوون تكثرون الباقلة تكثرون الشبنت أي شكل. إذا عجبكم الفيديو هذا هي الشكل هاي يصير نهائي وكلش حلوة تقدموها لما يجيكم ضيوف. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير وتفعيل الجرس، ونتمنى لكم تجربون هاي الأكلة وتنطونا رأيكم بالكومنتات، وإن شاء الله نرجع لكم بطبق ثاني جديد بطبق ثاني نسويه بطريقة أكلاتنا الشعبية العراقية القديمة. وصحتين وعافية، مع تحيات مطبخ الشيف إدمون. ولا تنسانا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل جديد من عندنا، وشكرا جزيلا عن المتابعة.